ايه يلا يلا، مين علبة؟ انا عصمت بيك. افتحي يا ام ليلى. يلا يلا تكي، بحط على راسي ومفتاح. شو بده هاد؟ يا خيزران عصمت بيك على الباب، بده يفوت. شو بده؟ شو بيعرفني؟ افتح له. افتحي له خلينا نشوف شو بده. تفضل. خزرة موجودة؟ ايه تفضل من هون. كيفك خيزران؟ لا أهلين ولا سهلين. تفضل تفضل. استنى، لا تقعد. ليش جاي؟ خيزران تنزلي بتسحبي الشكوى اللي قدمتيها وبتطالعي ابني من الحبس. أنا ما قدمت الشكوى لحتى أرجع أسحبها بتهديداتك، وابنك بده ينال جزاته، وأنتوا بدكم تذوقوا السم اللي دوقتوني إياه أنا وبنتي. طيب خيزران خدي مصاري قد ما بدك، بس تسحب الشكوى. ضب مصرياتك بجيبتك، أنا شرفي غالي لا بينباع ولا بينشرى، وابنك حيتختخ بالحبوس ولا بتورجيني وشك. هذا آخر كلام عندك؟ إيه نعم آخر كلام. تصدقيني رح تندمي كتير. ما عاد فارقة معي، أنا هيك مفضوحة، وإذا ابنك ما بيستر على بنتي أنا بورجيكم. بسيطة يا أخي زران، نتواجه. ايه نتواجه. دربي ست ما يرد. الله لا يوفقك، لا انت ولا ابنك يا حق. ان شاء الله صحتين وهنا، مطرح ما يسر يمري. خد هي مني. الله يسلمك يا شيخ. ان شاء الله هنا. شو رايك تقبرني ان شاء الله على شباب؟ طيب خاتمك لا يولع عليها والله. صحتين وهنا. دقلي هالمرقات ريحتهم بتشهي ابن عمي. كلي هدى، كلي حبيبتي، كلي تبقى. ما شاء الله ما شاء الله. شو رأيك ابن عمي؟